واحد شويه ديال الكارديو. من اهم حاجه هي الاول اللي كنقوموا بها هي شويه الفوتينغ، خاص ضروري واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع ديال الفوتينغ، على حساب الا ما كانش عندك الحبل ممكن تلعبوا غير في بلاصتك بلا حبل، كلك تقوم بعمليه القفز بشويه، من بعد ندوزوا الحركات المتتاليه ديالنا. معكم كوتش عصام، 23 سنة، في مدينة الدار البيضاء. كتكون الأجواء صعيبة شوية لونطريم قبل الفطور، حيتاش كتكون على حساب الصيام، كيكون بنادم صايم كيكون عيان، كيكون خدام، كاين اللي ما كيبقاش ليه الوقت، كيجي من الخدمة عيان كيمشي ديريكت يوجد الفطور كياكل، ما كيبقاش ليه الوقت. اللي ما كيبقاش ليه الوقت ديال لونطريم، حنا غادي نديرو معاه واحد الحركات خفاف اللي غادي يديرهم في نص ساعة، ضرب نص ساعة يتريني قبل الفطور من الأحسن، وغادي يفقد الوزن ديالو وتبع البروغرام ديال النساء اللي يطيحوا الوزن. وبالنسبه للدريات اللي يكونوا مريحين في البيرو وكيكونوا خدامين كيعياو كيبقاو غير ياكلوا خدمه نعاس ماكله الدار كيتزاد الوزن ديالهم بسرعه فواحد النسبه دغيا. الاحسن نصائح هما ان الواحد يترين قبل الفطور بساعات المكانه وتبع النظام الغذائي ديالو، واللي حتى شي حاجه في النظام الغذائي ديالو يتابعني في الانستغرام، نخلي لنا انستغرام اللي بغى شي حاجه مرحبا، غير غراتوي عصام ام بي ال، عقلوا عليها عصام ام بي ال. اللي بغى يطيح في الوزن ديالو ويولي ياكل الماكله نقيه، اللي فخوي الخضره الخضار لي سالاد، ياكل داكشي يكون بخار، يكون يبتعد عن الزيت، شي حاجه اللي فيها الزيوت، شي حاجه اللي فيها الدهون. الا بغيتي تطلع فورمه ديالك خصك بروغرام اخر، هادشي غير الوزن. ومن بعد اللي بغى شي حاجه، اللي بغى يكتسب كتله عضليه بغى الفورمه، يتابعني في الانستغرام ويتواصل معايا في البريفي ومرحبا، اي حاجه خصها تكون مرحبا. يترينو مع قبل الاذان بساعه هي احسن وقيته ديال لونطريمه، باش كتريني تفوت هذيك الساعه ديالك يقول الله اكبر، كتحلي صيامك وكتدخل في ماكله نقيه، وكتابعوا هذا البروغرام هذا شهر ديال شهر، كل ساعه في النهار، كل نهار هذا الشهر الكريم رمضان غادي تكون النتيجة أحسن إن شاء الله.